ما اقدر احجح شايه زايده، لان انا لو اقدر احجح كل شيء كان ما طلعت من بلدي. شلون صار التعرض عليكم؟ يعني الطريق شلون؟ بس ما يقتلوك. شو تريد يسوون فيك؟ يبوقون فلوسك، ضرب، قتل، استغلال. بطل المي يبيعوا لك اياه ب 20 دولار. شو اسمه كورونا ب 50 يورو. هاي ما عدا القتل والضرب والاهانه، ولو ما شابرينا على حدود ليتوانيا كان فلان نرجع. زين انتم بالقوه رجعوكم يوم جاء فيزا مالتكم رجعتوا؟ لا ماكو عمليه الرجوع. شلون صارت؟ شردنا من يمهم، شردنا من يمهم الساعه 2 بالليل، مشينا بالمستنقعات 4 كيلو. وشلون اليه رجوعك للعراق؟ شلون صارت؟ اليه رجوعي للعراق، رجعت المنسك عن طريق مهربين من اكيد، رجعت المنسك والقنصليه العراقيه بمنسك سووا لي جواز موقع. اخذوا منكم فلوس او مبالغ؟ لو شلون صارت؟ العراق القنصليه العراقيه؟ لا لا بلاش مجاني. وياكم عائلة بغداد؟ ها؟ عائلة وياكم؟ اي عوائل هواي رجعت. ايش قد تقريبا صرفت على موقف هناك؟ ايش قد خسرت؟ خسرت تقريبا 4500 دولار. من بغداد هناك؟ من بغداد هناك. عندك استطاعه تروح لاوروبا لو هاي؟ ايش قصة؟ اذا عن طريق بيلاروسيا لا. ايش وقت رحت انت بيلاروسيا؟ صار لي شهر. صار لي شهر. ايش قصرك تقريبا؟ 4500 دولار. زين لك نية ترجع بعد؟ يعني اذا صارت لك فرصة ثانية؟ ايه. السبب؟ شنو السبب؟ اي لو اقدر اقول السبب كان اسمك.